اليوم بدنا نحكي عن خبرة بلدية الدكوينة. رئيس أنطوان شختورة سمعنا شو عم بيصير. مساء الخير، يعطيكم العافية. أول شيء بتشكر القيمين على الندى أنه طلبوا مشاركة رئيس بلدية الدكوينة لإبداء رأي. أول شيء تحية للوزير السحناوي الصديق والمسؤولين عن هيدي الندوة والمحاضرين. سمعت معالي الوزير حفظك عم بتقول انه في 36 مليار دولار بسبع سنين هن من ضمن الدين العام، اللي هو بتصور ما يفوق ال 85 مليار دولار دين. سمعت حضرتك عم تقول انه بناء على طلب الامم المتحده طلبت من لبنان انه يفوت عدد من النازحين اما اللاجئين على لبنان، بس حددوا المعايير والشروط والعدد؟ لا، رحنا على فرنسا، رحنا على اسبانيا، رحنا على عدة دول كانوا عم يحكوا، كان في مؤتمرات عم يحكوا بمشاكل ب 10,000 شخص و 15,000 شخص نازح او لاجئ سوري. طيب الاوندروا عم تحكوا ب مليون وشوي. نحن عم نعرف انه في مليون ونص ام مليونين. طيب مين سبب هالفوضى؟ مين بيتحملها؟ وليش صارت الفوضى العارمة؟ هذه فوضى ممكن تؤدي لأفلاس لبنان ورخلاب لبنان وتداعيات من بعد ما يفلوا ونفلوا كلهم. طيب تكتسب ورشة العمل اليوم أهمية بارزة على الصعيد الوطني كونها تعالج وتناقش معضلها لها تداعياتها السلبية على لبنان الحبيب على مختلف المستويات الاجتماعية الاقتصادية المعيشية السياسية والديموغرافية، وهي اللجوء السوري إلى لبنان. وتجدر الإشارة هنا إلى أن عددا كبيرا من الدول الآسيوية والشرق الأوسطية والأوروبية عجزت عن معالجة وتنظيم وجود اللاجئين السوريين على أرضهم، والأمر واضح للجميع أن هذه الأزمة شكلت إرباكا كبيرا لهذه الدول وخضت مضاجعهم، مع أنهم أكبر من لبنان بكثير في المساحة الجغرافية والحجم الاقتصادي. لندخل في صلب الموضوع، أود أن أشير أننا لم نقم بأي عمل خارج القانون والأعراف الإنسانية، فجل ما فعلناه هو في إطار دور البلدية الأساسي في الحد من تداعيات لجوء السوري إلى لبنان. ولكن لا أدري لماذا لم تكن معظم البلديات بمهامهم المطلوبة، لكنا حدينا الكثير من الأزمة وتداعياتها الاقتصادية والأمنية والسكانية والاجتماعية. فجرا على العادة، بلدية الدكوينة لم تهمل يوما أي تعميم أو قرار أو قانون أو مرسوم صادر عن أي إدارة رسمية في الدولة اللبنانية، ويعود بالنفع لأبنائها بشكل عام وأهل الدكوينة وسكانها بشكل خاص. كما كان لبلدية الدكوينة الجرأة أن تضع الإصبع على مخالفات بلديات أخرى كانت تتقاضى أموالا غير مشروعة وغير مكوننة من السوريين، لأن هناك تجربة مريرة في هذا السياق مع الفلسطينيين في تل الزعفر في سبعينات القرن المنصرم وما قبله. كان عندنا ولاد الدكوينة، أما القاطنين بالدكوينة ياخذوا من الفلسطينيين مصاري يقعدوهم بأوضة 1000 واحد بهيدي مثل هالقاعة ياخذ منهم مصاري، والتاريخ عم بعيد نفسه. كيف استقبلنا الفلسطينية؟ استقبلنا السوريين بعد التاريخ عم بعيد نفسه. نحن ما الناس كان غيرنا، طرحنا الصوت لأن في مرارة وحرب تل الزعتر بعد تداعياتها لليوم بمنطقة الدكوينة ولبنان. الحكاية بين بلدية الدكوينة واللجوء السوري وليس الموضوع، بدأت من اندلاع الحرب في سوريا، وتجدر الإشارة إلى أن هذا الوجود
للمجموعات السورية في لبنان هو لجوءا وليس نزوحا أبدا، لأن النزوح يكون من منطقة إلى أخرى داخل البلد الواحد، أما اللجوء فيكون من بلد إلى آخر كما هي الحال اليوم مع السوريين في لبنان. سنة 2012 وأثناء الزيارة الرعوية التي قام بها غبطة أبينا البطريرك بشار الراعي، تحدثت أمامه وأمام الحضور عن خطورة اللجوء السوري الكثيف العشوائي إلى بلدتنا، وأشرنا إلى مدى خطورته على الوضع الأمني والاقتصادي والاجتماعي والتجاري والسكني والبيئي والبنى التحتية. فبالرغم من كل ذلك كان الاستقبال لهم استقبال لبنانيين لبعضهم، كما استقبلنا اللاجئين من العراق بعدد كبير من الأشوريين والكلدان، ولكن مع ظهور أشكال الابتزاز في المسكن الواحد كان من البديهي والطبيعي الإسراع في الخطوات والإجراءات الوقائية منعاً لحصول جرائم على شتى أنواعها أخلاقية، سرقة، قتل وغيرها. هنا كانت نظرة البلدية ثاقبة وبمحلها، لأنه في أول جولة تفتيش ومراقبة منا قمنا بها كشرطة بلدية وحراس ومسؤولين إداريين للتعداد والإحصائي وتعبئة الاستمارات التي تعرف عن شخصية كل لاجئ، فوجدنا بالعدد الكبير من الأدوات الحادة وقطع السلاح الحربي والسكاكين وكميات كبيرة من المال بالعمليات الأجنبية، يعني أقل واحد كان معه بين 5000 و 10000 دولار. هنا اتخذنا القرار بتوسيع عمليات التفتيش وطبعا بحضور الشخصي لكي أكون ضابطا للإيقاع ولا يحصل أي انتهاك لحقوق الإنسان والحريات الشخصية من شباب الشرطة تجاه اللاجئين السوريين. ولكن كما زرنا كان فوجدنا هواتف خليوية تحمل تسجيلات وصور ورسائل داعشية، كما تمت مصادرة عدد كبير من أجهزة الكمبيوتر التي كانت تحتوي على فيديوهات وكتابات مشبوهة سلمت فورا للأجهزة الأمنية. في ظل هذا الواقع ووصول عدد اللاجئين إلى 12000 في الديكواني، أصبح من الطبيعي والبديهي وبعدما شاعت حالات الشغب والسرقة والإخلال بالآداب العامة وفتح محلات تجارية تضرب سوق البلدة وصناعات تنافس صناعيين في الديكواني، أن تضع البلدية بالتعامل مع فعاليات البلدة مجتمعة خطة طارئة لتقليص عدد اللاجئين في الديكواني وإجبار المملكه على الالتزام بالقانون والقرارات الصادرة عن البلدية، خاصة بعدما تلقيت عددا كبيرا من اتصالات التهديد الجدية من جبهة النصرة وحتى من أحد الدبلوماسيين أن بلدية الديكواني استطاعت من خلال عدة خطوات قانونية منطقية وطنية لا عنصرية أن تقلص عدد اللاجئين فيها من 12000 إلى 2750، وكانت على الشكل التالي وهي نوع من التوصيات. أولا، منع التجول في الساعات المتأخرة من الليل. هلا طبيعي وتكون في دورية 24 مثل ما بنعمل بالديكواني، المشبوه بأمره بتقول له ارجع على بيتك، أما المرأة والرجال رايحين يجيبوا أكل يجيبوا شي غراض، من الطبيعي من الإنسانية إنك تتركه. أولا. ثانيا، منع الاكتظاظ في المسكن الواحد، مثل ما قلت إنه بوضة وحدة بحطوا 100 واحد أو 50 واحد بهدف المال، وهون أنا بحط على الشعب وعلى المواطن اللبناني هالموضوع، مثل ما صار بطلة زعتر عم يصير بكل لبنان، بهدف كسب المال السريع. نحكي الحقيقة وما نتخبى وراء أسرار. ثلاثة، المراقبة والتفتيش الدوري وصل إلى حد 3 مرات في الأسبوع من أجل ضبط الأمن وعدم الفلتان. مش عم نحكي هيك دورية، لا، ضبطنا الأمن بالديكواني. كان في سرقات، إخلال الأداب العامة، محاولات اغتصاب، ضرب. معلش اسمحونا ينزل على الديكواني الأجهزة الأمنية وشوفوا شو عم بصير بالديكواني. رابعا، تنفيذ كل مذكرات وقرارات وزارة العمل من ناحية المزاحمة الغير مشروعة وعمالات السوريين. ليش بدها بلدية الديكواني فقط وبلدية الحدث يقوموا بهالمهام؟ أنا بتحدى إنه يكون في أكثر من 6-7 بلديات بكل لبنان سكروا محلات لغير اللبنانيين. بتحدى. اللي معه جنسية غير موضوع، بس في ناس اللي عم يتحاموا
بقول لك معلم اللبناني هذا المحل، لا نحن اولاد الضيعه، نحن بنعرف مين صاحب المحل، مين مستاجر المحل ومين مش مزبوط. خامسا، تعبئه الاستمارات تتضمن عددا كبيرا من المعلومات. وهنا اود ان اشير الى ان تساهلا كبيرا من قبل القوى الامنيه مع المشاغبين السوريين وغيرهم كانت تحصل بسبب عدم قدره النظارات يعني السجون على استيعاب الموقوفين. طيب واحد بيعمل مشكل ضابطة عدلية ناخذه عند فصيلة قوى الأمن بنفوته من هون بعد خمس دقايق بتهرب من هون. وتجدر الإشارة إلى أن الوضع المريح الذي حصل في الديكوان انعكس زيادة في عدد اللاجئين في بلدات ساحل المتن والمجاورة ككل، يعني كان عم يفلوا من الديكوانة راحوا على جديدة، على بوش حمود، على سر الفيل، يعني هي ذاتها. طيب وين التعاون البلديات كله مع بعض؟ وصلنا في 2012 من نادي كل البلديات تحط الايد بالايد ان كان بكل قضاء او بكل محافظة ما حدا برد على حدا. وعلى الدولة أن تسرع في الاستفادة من تكاثر مصالح روسيا الأمريكية والتنسيق مع روسيا وسوريا عبر الموفد الذي زار لبنان لأنها الفرصة الأفضل لتضافر الجهود بين كل المكونات السياسية والحزبية اللبنانية لتسهيل العودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين إلى ديارهم. وأنا من موقع العملي والبلدي والسياسي نحكي سياسي وأكد أن جميع اللبنانيين مجتمعين على هذا الملف الذي إن طال لن يعود إلا بالكوارث على لبنان. ولكي أكون واضحا وشفافا وصادقا في مقاربتي لهذا الملف أود أن أعلمكم بأن الاتحاد الأوروبي كان وما يزال يربط الإنماء في البنى التحتية في بلدياتنا بوجود اللاجئين السوريين. يعني ممنوع تاخذ أي شيء إلا ما تقول في سوري ولو شخص واحد. هذا أمر معين. أيها الحضور الكريم، هذه هي الحقيقة. عشتم عاش لبنان لأهله وأبنائه ومضيافه لسياحه وزواره فقط لا غير.